من الأغلاط الشائعة التي تجري على الألسنة ما يقال إذا أغلق على الإنسان وهو يتكلم ارتج عليه، فما صواب ذلك؟ من الأغلاط الشائعة التي تجري على الألسنة وهي شائعة، يقال أحيانا إذا أغلق الكلام على إنسان وهو يتكلم أو يخطب أو يحاضر يقال ارتج عليه. صحيح. إيه، وما الصواب؟ الصواب ارتج عليه. ارتج. ارتج بدون شد، شدة. نعم، يعني أغلق عليه الكلام. طيب. ارتج هو مأخوذ من الرتاج وهو الباب، ومن أسماء مكة رتاج. طب أنا لا يكون يعني من المبالغة، أو يعني لو وضعت أو أضيفت الشدة. لا، هو الارتجاج غير، يعني كان ارتج يقول عليه. قتل وقتل وهكذا. لا، ليس من هذا الباب. لا، ليس من هذا الباب، لأن هذه ارتج، وهذه من رتج، وهذه من رجج. تختلف المادة يعني. طيب، فيقال إذن ارتج عليه، أي أغلق عليه الكلام.